مرحبا، اسمي أسعد سخنيني، معي دكتوراه بالعلوم من التخنيون، بعلم بيوتكنولوجيا من أول ما الفرع تأسس بالبلاد. بدي أكمل أمرق لكم موضوع مقدمة بعلم الوراثي بهدف أن نوصل بنهاية الأمر للهندسة الوراثية. فحكينا بالدروس السابقة عن مبنى الدي ان اي، مبنى الار ان اي، مضاعفة الدي ان اي. رايحين نعود نتطرق لموضوع مضاعفة الدي ان اي لما نحكي عن موضوع البي سي ار، طريقة البي سي ار. وهناك بدنا نحكي عن مضاعفة الدي ان اي بأنبوبة مختبر. واليوم نكمل بموضوعنا من الـ DNA للبروتينات، من الجينات للصفات تبعت الكائنات الحية. إذن النقاط اللي بدنا نبحث فيها اليوم، النقاط اللي بدنا نبحث فيها بالدروس الجاي، من الجين إلى البروتين، مبنى البروتين، عملية النسخ، عملية الترجمة والشفرة الوراثية. بنهاية المواضيع هدول بنكون جاهزين ان نبدأ نتعلم هندسة وراثية. حاليا احنا بنحكي بأكتر بيولوجيا، كيمياء، علم، مش تكنولوجيا. بنحكي عن ظواهر طبيعية، عن شغلات موجودة بالطبيعة اللي بعد ما نخلص نحكي عنها نفهمها من ناحية علمية، رايحين نتطرق لاستعمالاتها من قبل الإنسان. وساعتها بدنا نبدا نحكي تكنولوجيا، يعني بيوتكنولوجيا، وهذا هو موضوع الهندسه الوراثيه. كيف بالهندسه الوراثيه بنقدر نستغل معرفتنا ب كل المواضيع اللي حكينا عنها هسه، الدي ان اي، الار ان اي، مبنى البروتين، كيف صفات كائن حي بتنتقل من معلومات موجوده على الجين ل بروتينات اللي بتعطي صفاته. كيف هاي الشغلات كلها بنقدر نستغلها، معرفتنا لمبنى هاي الأمور كيف نقدر نستغلها بموضوع الهندسة الوراثية بهدف بناء التكنولوجيا اللي بتستغل الهندسة الوراثية. فالدرس تبعنا اليوم بدنا نحكي فيه عن مبنى البروتين. بعد ما نخلص منه راح ننتقل لعملية النسخ، ومن عملية النسخ راح ننتقل لعملية الترجمة والشفرة الوراثية. مهم نحكي عن مبنى البروتين لانه البروتينات بالكائن الحي هي اللي بتعطي للكائن الحي صفاته، وهي البروتينات بتنبنى بحسب معلومات موجودة على الدي ان اي تبعت الكائن، تبعت هذا الكائن الحي، تبعت هاي الخلية. والطريقة اللي فيها المعلومات هاي بتنتقل من الدي ان اي للبروتينات بتتم بمرحلتين، مرحلة بنسميها عملية النسخ اللي الدرس الجاي بدنا نحكي عنها، ومرحلة بنسميها عملية الترجمة اللي الدرس اللي بعده بدنا نذكرها. فتلخيص للي قلته، عندي دي ان اي الكائن الحي بيستغل هذا الدي ان اي عشان تتحدد صفاته او تتحدد صفات الكائن الحي بواسطة المعلومات الموجودة على هذا الدي ان اي. ومبنى الدي ان اي حكينا عنه بالدروس السابقة. طبعا الدي ان اي كمان هو الطريقة اللي فيها المعلومات الوراثية الموجودة عند كائن حي بتنتقل للأنسال القادمة، يعني كيف الكائن الحي او الخلايا بتنقل الصفات تبعتها للأنسال عن طريق مضاعفة الدي ان اي، هذا الموضوع اللي حكينا عنه بالدروس السابقة. عشان الكائن الحي او عشان تنبنى البروتينات تبعت الكائن الحي اللي بتعطي للكائن الحي صفاته، لازم الدي ان اي بالاول يتم نسخه لمسنجر ار ان اي، ومن ثم المسنجر ار ان اي بيتم ترجمته لبروتين. بكلمات اخرى، الدي ان اي هو كتاب كتير كبير، كتير مهم، موجود بالمكتبة، لازم نحافظ عليه. بيحتوي على صفات هذا الكائن الحي. طبعا المكتبة تبعتنا بهاي الحالة هي النواة تبعت الخلية، إذا الخلية حقيقية النواة، أو هو مركز الخلية إذا الخلية شبيهة النواة.
هذا الدي ان اي عشان فيه كتير صفحات، كل صفحة يجين اللي بتعطي للخلية مقدرة على بناء بروتين معين، وكمان مرة البروتينات هي اللي بتعطي للخلية صفاتها، هي اللي بتمكن الخلية انها تقوم بعملياتها الكيميائية، هي اللي بتدخل بمبنى الخلية الى اخره. فبدل ما الكتاب هذا الكبير اللي بيحتوي على كل الصفحات اللي فيها، كل صفحة بتعطي معلومة لكيف ينبنى بروتين معين، بدل ما كل هذا الكتاب الكبير نطلعه من المكتبة من المحل اللي هو محمي فيه يعني نواة الخلية لا برا للسيتوبلازما، هناك بيتم بناء البروتين، بيتم نسخ الصفحة اللي بتحتوي على المعلومات عن البروتين، يعني نسخ الجين. الصفحة بهي الحالة هي الجين، الجين اللي موجود على الدي ان ايه اللي بيحتوي على المعلومات اللي بتمكن الخلية انها تبني البروتين تبعها، بتم نسخ هذا الجين وكأنه عم نصور صفحة من الكتاب، وهذا الناتج عن نسخ عن عملية النسخ هو جزيء ميسنجر ار ان ايه، حكينا عن مبنى جزيئات الميسنجر ار ان ايه، وجزيء الميسنجر ار ان ايه هذا بيطلع للسيتوبلازما من النواة، يعني هاي الصفحة اللي انا صورتها من الكتاب باخدها معي لبرا، وهناك بالسيتوبلازما بيتم عملية بناء البروتين بحسب المعلومات الموجودة على الميسنجر ار ان اي. يعني مثل وكأنه صورت هاي الصفحة اللي بتعطيني الطريقة كيف ابني البروتين، صورتها اخذت الصورة طلعت لبرا بريت المكتبة وهناك بديت ابني بالبروتين، هيك تقريبا العملية بتصير بالخلية. فاحنا بالمرحلة هاي من دراستنا بدنا نجرب نفهم، فهمنا مبدأ الدي ان اي، فهمنا مبنى الميسنجر ار ان اي، بدنا نجرب نفهم مبنى البروتين. طبعا فهمنا احنا مبنى الار ان اي بشكل عام لانه في انواع مختلفه من جزيئات الار ان اي، واحد منهم هو الميسنجر ار ان اي. فاحنا بدنا نجرب بخلال الدرس هذا نبنى نفهم المبنى تبع البروتين، وكيف شو العلاقه بين مبنى البروتين ومبنى الميسنجر ار ان اي، وبين مبنى الميسنجر ار ان اي ومبنى الجين الموجود على الدي ان اي. فهاي الصورة الموضحة قدامكم بتوصف بشكل عام كيف الطريقة اللي فيها خلية تاخذ جين على الدي ان اي تبعها ومنه تبني بروتين معين من البروتينات تبعتها. بذكركم انه بالدروس السابقة قلنا انه بالخلية في دي ان اي، الدي ان اي في عليه مناطق اللي بنسميها جينات، اللي كل جين من هاي الجينات بشفر لبروتين معين، يعني بعطي للخلية المقدرة على بناء بروتين معين من البروتينات تبعتها. بنعرف كمان مرة الجين، الجين هو مقطع على الدي ان اي يشفر لبناء بروتين. هاد تعريف الجين. بقدر ازيد واقول لقدام رايحين نذكر هذا الاشي كمان مرة، بقدر ازيد واقول انه الجين هو عبارة عن منطقة على الدي ان اي اللي بتم نسخها لا ميسنجر ار ان اي، ومن ثم الميسنجر ار ان اي بتم ترجمته لبروتين، يعني منه بتم بناء بروتين. عشان احدد اي مقطع على جزيء الدي ان اي الطويل الكبير هذا اللي حكينا عنه بالدروس السابقه، اي مقطع على الدي ان اي هو جين، لازم افحص اي مقطع على الدي ان اي بتم نسخه، يعني بنبنى بحسبه جزيء RNA بوليمير RNA اللي بمرحلة تانية بيتم بحسب بناء بروتين. في الكائنات البدائية في عندي DNA، جزيئات جزيء DNA عليه جينات، وفي نسخة واحدة من كل جين. بس بالإنسان وبالحيوان وبالكائنات المتطورة أكثر، من كل جين في نسختين، نسخة بتيجي من الأب ونسخة بتيجي من الأم، وكل نسخة من هاي النسخ بنسميها أليل. فإذا في مثلا خلل بنسخة واحدة ممكن هذا الخلل ما يأثرش على الكائن الحي على الإنسان أو على الحيوان، لأنه في نسخة تانية اللي ما فيش فيها هذا الخلل، بس في حالات اللي مبلا بيأثر فيها. الابن عادة صفاته بتيجي من الأب ومن الأم،
معظم الدي ان اي قلنا عند البني ادمين متشابه، نسبة التشابه بالدي ان اي عند البني ادمين هو 99.9% تقريبا، ولكن هاي ده الاختلاف الكتير بسيط ممكن يكون موجود بجينات معينة، وبالتالي الجين اللي بيعطي صفة معينة للإنسان في منه نسختين، أليلات تنين، أليل أجا من الأب وأليل أجا من الأم، ممكن يكون في اختلاف بسيط بالنسخة اللي أجت من الأب عن النسخة اللي أجت من الأم، والابن رايح يأخذ الصفة واحدة من الصفات التنتين اللي جاي من الأب أو من الأم، يعني الاختلاف البسيط ممكن يؤدي لأنه هذا الجين يعطي بروتين اللي في عنده مبنى شوي بيختلف، وبالتالي بعطي صفة شوي بتختلف لهذا الشخص، وبالتالي صفته هاي راح تكون تشبه أكثر الأم أو الأب، وبالتالي الإنسان ولا مرة بيكون يشبه 100% أبوه وأمه، بيكون ماخد صفات من الأب وماخد صفات من الأم. البروتينات، موضوع درسنا اليوم هو البروتينات. البروتينات هي جزيئات كبيرة بتحتوي على وحدات أساسية، هي بوليمرات طبعا، بتحتوي على وحدات أساسية بنسميها حوامض أمينية، هسه بنفرجي صورتها. في عندنا هون باركود إلى أنواع مختلفة من البروتينات، بتقدروا بواسطة التليفون تبعكم توجهوا الكاميرا تبعت التليفون للباركود وبيطلع عندكم رابط لأنواع البروتينات وأشكالها ووظائفها المختلفة. طبعا احنا منقدرش نتطرق لكل الوظائف تبعت البروتينات، رايحين نذكر بعض هاي الوظائف، بس قبل بدي اعاود اذكر انه البروتين كجزيء كيميائي هو بوليمير، حكينا انه الدي ان اي هو بوليمير والار ان اي هو بوليمير والنشا هو بوليمير. في كتير انواع من البوليمرات، في بوليمرات مصنعة مثل النايلون مثلا، وفي بوليمرات طبيعية. فالبروتين هو بوليمير، والاختلاف بين البوليمرات المختلفة هو بالوحدات الأساسية اللي بتكون هذا البوليمير. فالبروتين هو بوليمير اللي مكون من وحدات أساسية بنسميها حوامض أمينية، والبروتين الواحد بيكون يحتوي على مئات ألاف عشرات الألاف من هاي الوحدات الأساسية اللي هي الحوامض الأمينية. مثل ما حكينا عن الدي ان اي والار ان اي، الوحدات الاساسيه اللي بتكون الدي ان اي والار ان اي هي النوكليوتيدات، هون الوحدات الاساسيه اللي بتكون البروتين هي الحوامض الامينيه، رايحين نذكر انواع هاي الحوامض الامينيه لقدام اكثر. البروتينات هي الجزيئات اللي بتعطي للخليه صفاتها، بتعطي للكائن الحي صفاته، بتدخل بمبنى، وفي منها أنواع مختلفة. تقريبا كل إشي الخلية بدها تعمله لازم يكون داخل فيه بروتينات. فالبروتينات منها في الإنزيمات، الإنزيمات هي بروتينات اللي وظيفتها تحفيز تفاعلات كيميائية، بدون إنزيم تفاعل كيميائي بيقدرش يصير بالخلية. تحفيز يعني إذا عندي تفاعل كيميائي بداخل الخلية A زائد B بعطي C، هذا التفاعل الكيميائي عشان يصير لازم يكون في عندي إنزيم اللي يحفزه، يربط الـ A مع الـ B ويجبرهن يتفاعلوا يعطوا C. احنا ذكرنا إنزيمات قبل، إذا متذكرين باللقاءات اللي قبل ذكرنا الـ DNA بوليميراز. DNA بوليميراز هو إنزيم، DNA بوليميراز هو إنزيم يعني هو بروتين اللي بحفز التفاعل اللي فيه بيتم بناء جدائل الدي ان اي. الليجاز ذكرناه كمان بدروس اللي قبل، هو انزيم بحفز التفاعل اللي فيه بيتم ربط مقاطع دي ان اي مع بعض. هيليكاز هو انزيم بحفز التفاعل اللي فيه بيتم فصل جديلتين عن بعض. بدون الدي ان اي بوليميراز مثلا مش ممكن الخليه تقدر تبني جديل الدي ان اي، فيش امكانيه انها خليه تقدر تربط نوكليوتيدات مع بعض وتبني جديلة جديدة بدون وجود الدي ان اي بوليميراز. ليش؟ لانه الدي ان اي بوليميراز بخلي هاي العملية تتم بفترة زمنية كتير قصيرة، ثواني، بينما العملية عشان تتم لحالها احتمال انها تتم لحالها كتير واطي، وعشان تتم لحالها ممكن تاخد سنين ومئات السنين. ف
فبالتالي بدون انزيمات فيش إمكانية لحدوث تفاعلات كيميائية بالخلية. تفاعل كيميائي كتير مهم بالخلية وتحليل الجلوكوز. هذا التفاعل بتم بمراحل مختلفة، بكل مرحلة من هاي المراحل في انزيم المسؤول عن انه يحفز هذا التفاعل. بدون واحد من هاي الانزيمات الخلية بتقدرش تحلل الجلوكوز وبالتالي بتموت لانه بتقدرش تنتج طاقة. اذا بدون انزيمات الخلية بتفقد مقدرتها على القيام بتفاعلات. فاذا نقص انزيم معين معناها هذا الاشي انه الخلية مش راح تقدر تقوم بتفاعل معين. اذا هذا التفاعل كان حيوي لحياتها الخلية بتموت، بس اذا هذا التفاعل بعطي صفة معينة للخلية الخلية راح تفقد هاي الصفة، واذا فقدان هاي الصفة بقديش لموتها، هذا معناه انه الخلية ظلت عايشة بس تغيرت صفة عندها، بطلت صفة موجودة عندها، او انزادت صفة تانية اذا زاد انزيم معين اللي صار يخليها تقدر تعمل تفاعل معين. في انزيمات بنائية، انزيمات بنائية حكينا هون عن الانزيمات حكينا. حكينا عن الانزيمات، حكينا في بروتينات بنائية. شو البروتينات البنائية؟ بكتير من مبنى الدي ان اي بالجسيمات اللي بتبني الخلية، بكتير من الجسيمات اللي بتبني الخلية في بروتينات. يعني مثلا بغشاء الخلية، غشاء الخلية مكون من فوسفوليبيدات بالاساس، بس بداخله في عندي كمان بروتينات، بروتينات اللي هي عبارة عن انفاق، جزء منها هي عبارة عن انفاق اللي بتساعد على ادخال واخراج مواد من الخلية او مستقبلات او الى اخره. في بروتينات اللي بتساعد على ادخال مثلا صوديوم، ايونات صوديوم للخلية، او اخراج ايونات صوديوم للخلية وادخال ايونات بوتاسيوم او اتش زائد او مواد غذائية مختلفة. الغشاء تبع الخلية مزبوط بمعظمه هو فوسفوليبيدات بس بيحتوي كمان على بروتينات. بالإضافة في عندي كمان جسيمات مختلفة بداخل الخلية اللي مكونة من بروتينات مثل الكروموزومات نفسها، البلازميدات مكونة من بروتينات. إذا في عندي أنواع مختلفة من البروتينات، سيجنالينج بروتينز، بروتينات اللي تعطي الكائن الحي المؤشر لانه لحدث معين اللي عم بيصير معه الى اخره. في كتير انواع من البروتينات، مش رايحين نقدر نذكر كل اشكال البروتينات الموجوده بالكائنات الحيه، بس كيف الهدف تبعي هون اعطيكم فكره انه للبروتينات في اهميه مهمه ب الخلية. فقدان لواحد من هاي البروتينات بيؤدي لفقدان الخلية لصفة معينة، أو اكتساب أو تغيير بمبنى بروتين ممكن يؤدي لاكتساب الخلية لصفة جديدة. وتغييرات بمبنى البروتينات، فقدان الخلية لبروتين أو اكتسابها لبروتين تاني، هي عملية اللي بتتم نتيجة لطفرات بالجينات الموجودة على الدي ان اي، وهذا الاشي راح نحكي عنه لقدام. البروتينات بتشكل بين 16 ل 19% من جسم الانسان. كيف قلنا عندها وظائف مختلفة، خزن، توصيل، حركة، بناء، جهاز المناعة، اعصاب، نمو مبنى الخلايا، انزيمات، وهي كيف ذكرت بوليمرات من احماض امينية. بالرسم التالي في عندي مبنى لحامض أميني، رايحين نفصل عنه أكتر.
بدنا نكمل نحكي عن البروتينات. كيف قلنا احنا عندنا مبدئيا وحدات اساسيه اللي بتكون هذا البوليمير اسمه بروتين، وكيف ذكرنا قبل في الاف، عشرات الالاف، مئات الالاف، ملايين من البروتينات اللي جسمنا بيقدر يعملها. بذكركم انه الاجسام المضاده انتي باديز اللي اكيد تسمعوا عنها كثير هي بروتينات وجسمنا بيعملها، وجسمنا بيقدر يكون لكل فيروس او بكتيريا او جسم غريب بفوت عليه بيقدر يكون اجسام مضاده اللي ترتبط فيه عشان تنتريل اوتو وتطلعه من الجسم او تحلله. ف جسمنا بيقدر اذا يكون ملايين من البروتينات اللي بايش بتختلف عن بعض، كلها بوليمرات، كلها مكونه من حوامض امينيه، تختلف عن بعض بترتيبها الحوامض الامينيه اللي بداخلها وكبرها، كم حامض اميني فيها. كل الحوامض الامينيه اللي بتكون البروتينات الا تقريبا نفس المبنى، مثل اذا متذكرين لما حكينا عن مبنى الدي ان اي والار ان اي، قلنا الدي ان اي والار ان اي مكون من نوكليوتيدات، هاي الوحدات الاساسيه اللي بتكونه. في اربع انواع نوكليوتيدات، والاختلاف بين دي ان اي ودي ان اي وبين ار ان اي وار ان اي هو بتسلسل هاي الوحدات الاساسيه، تسلسل هاي النوكليوتيدات. في اي تي سي جي، بحاله الار ان اي في عندي يو بدل التي، بس بنهايه الامر عم نحكي عن اربع نوكليوتيدات. كيف مرتبات الاربع نوكليوتيدات هذول؟ هذا هو الاشي اللي بقرر ايش هذا الدي ان اي، ايش وظيفته، اذا هو جين مش جين، شو الار ان اي الى اخره. نفس الشيء هون، البروتين والبوليمير من حوامض امينيه. الحوامض الامينيه المبنى العام تبعه هو المبنى اللي مبين قدامكم هون، اللي فيه مرسوم ابسط بروتين، ابسط حامض اميني، واللي هو الجليتسين. البروتينات الحوامض الامينيه تحتوي على مجموعه ار، هون لازم يكون عندنا مجموعه امينيه اتش، مجموعه كربوكسيليه. كل حامض اميني مكون من الاربع مجموعات هدول، وبالمركز ذره كربون. ذره كربون مرتبطه لا مجموعه امينيه، مجموعه امينيه ان اتش 2، هسه بنحكي على الضبط كيف بيكون مبناها، مجموعه كربوكسيليه سي او او اتش، ذره اتش، ومجموعه ار، واشرت لها مجموعه ار لانه بهي الحاله هذا حامض اميني معين سي اتش 3. الجليتسين على فكره مش لازم يكون عندي هنا اتش مش سي اتش 3، بس بشكل عام الحوامض الامينيه بتختلف عن بعض بمجموعات الار تبعتها. فممكن يكون في عندي حامض اميني لمجموعه الار تبعته هي اتش، حامض اميني لمجموعه الار تبعته هي سي اتش 3، حامض اميني لمجموعه الار تبعته هي سي او او اتش الى اخره. فعندي بالطبيعه 20 نوع حامض اميني اللي منهن مكونه البروتينات تبعتنا. يعني اذا بالدي ان اي والار ان اي عم نحكي عن بوليمرات اللي مكونه من اربع وحدات اساسيه مختلفه، دي ان اي ممكن يكون في عندي جزيء دي ان اي اللي فيه مليون نوكليوتيد، بس المليون نوكليوتيد هن من اربع وحدات المختلفات هدول مرتبات بترتيب معين. البروتين مكون من تشكيله من 20 حامض امين اللي بيختلفوا عن بعض بمجموعه الار تبعتهم. وعشان نفهم شو الفرق بين الحوامض الامينيه، في عندنا هنا صفحه اللي بدنا نعطيها شويه وقت لانه فيها عرض لكل الحوامض الامينيه اللي بتشكل البروتينات، ومرتبه بحسب صفاتها الكيميائيه. مهم انه نفهم هذا الموضوع منيح لانه احنا بدنا اياه على بمراحل مختلفه من دراستنا بالبيوتكنولوجيا، ومهم نفهم هاي الصفات. فاذا بحكي عن بروتين اللي مكون من 1000 من 1000 حامض اميني، هذا معناه انه هذا البروتين مكون من 1000 وحدة من بين هدول ال 20 وحدات. وعادة البروتين بيحتوي على كل ال 20 وحدة، 20 وحدات.
اللي مرتبات بشكل معين، فممكن البروتين هذا يبدأ بالحامض الأميني جليتسين، بعدين يجي الألانين، بعدين يجي السيرين، بعدين يجي الثريونين إلى آخره. فلما بحكي عن حامض أميني مكون من 20 من 1000، لما بحكي عن بروتين مكون من 1000 حامض أميني، هذا معناه إنه في عندي 1000 وحدة من الحوامض الأمينية اللي من هاي الأنواع الموجودة عندكم بهاي الصفحة. فإيش هن الحوامض الأمينية اللي عندنا؟ إذا بتطلعوا على كل الحوامض الأمينية بتلاقوا إنه كل الحوامض الأمينية فيها ذرة سي، ذرة سي، ذرة اتش، ذرة اتش، مجموعة كربوكسيلية. وإسا بنحكي على الضبط شو القضية تبعت المجموعة الكربوكسيلية، بس إذا ملاحظين في عندي سي او او ناقص إشي، هناك كان سي او او اتش، هنا سي او او ناقص. نحكي إسا عن هاي الشغلة، مجموعة كربوكسيلية، مجموعة أمينية، هون المجموعة الأمينية ان اتش 3 زائد، هناك كانت ان اتش 2، إسا بنحكي عن هاي الشغلة، مجموعة أمينية. والاختلاف بين الحامض الأميني هاد اللي اسمه جليتسين والحامض الأميني هاد اللي اسمه سي اتش ألانين، هذا اللي كان معروض بالصفحة اللي قبل، هو بهاي المجموعة هون. هون في عندي بالجليتسين المجموعة الرابعة هي اتش، بالألانين المجموعة الرابعة هي سي اتش 3، بالفالين المجموعة الرابعة هي سي اتش سي اتش 3 سي اتش 3، باليوتسين سي اتش 2 سي اتش سي اتش 3 سي اتش 3 الى اخره. اذا ملاحظين وفي اشارة هنا على المجموعات المختلفة اللي بيختلف فيها الحوامض الامينية عن بعض، هاي المجموعات المختلفة بنسميهن مجموعة R، هاي مجموعة R. فبالحامض الاميني جليتسين مجموعة R هي H، مش الحامض الاميني الانين مجموعة R هي CH3 الى اخره. اذا بايش بتختلف الحوامض الامينية عن بعض؟ بمجموعة R. واذا ملاحظين الاختلاف بالمبنى هو كبير، يعني اذا نطلع على الحامض الاميني جليتسين ومنقارنه بالحامض الاميني ارجينين في اختلاف كبير. الجليتسين مبناه اصغر بكتير، جزيء اصغر بكتير من الارجينين، والسبب هو انه مجموعة الار بالجليتسين هي ذرة اتش واحدة بس، بينما بالارجينين هي سلسلة طويلة من ذرات سي سي وان اتش ومجموعتين امينيات كمان عندي هون. او في عندي مثلا حوامض امينية اللي فيها حلقات بنزين. فهذا الاختلاف بمجموعة الار بالحوامض الامينية بتخلي الحوامض الامينية تختلف بصفاتها الكيميائية، اختلاف كبير مرات كمان، بس في تشابه بيناتهن. والتشابه هذا هو انه بكل حامض اميني في عندي مجموعة كربوكسيلية، مجموعة امينية، وذرة اتش، كل مربوطات لنفس ذرة الكربون، وذرة الكربون هاي مرتبطة بكمان مجموعة، مجموعة ار، اللي هي بتختلف بين حامض أميني وحامض أميني. بالنسبة للمجموعة الأمينية، إذا حطينا حامض أميني بمحلول مائي، والحامض الأميني عادة بمحلول مائي، لما نحكي عن خلايا، الخلايا فيها بداخلها محاليل مائية، محلول مائي، السيتوبلازما ومحلول مائي، الN تبعت المجموعة الأمينية تكتسب H زائد من المي، وبتتحول من NH2 ل NH3 زائد. فهذا الاشي بنقدر نرسمه شوية كيمياء، مش راح اتوسع كتير بالكيمياء. انا مجموعة امينية مكونة من ذرة N مرتبط له ذرتين H، والN هذا مرتبط لذرة C تبعت الحامض الأميني، ذرة C المركزية. وعلى الN هذا في جزء إلكترونات غير رابطة، إذا متذكرين بالكيمياء لما تعلمتوا بصف تاسع، هذا
حتى للي مش متخصص كيمياء تعلم انه ذرة الN في عندها 5 الكترونات بالغلاف الخارجي، عاملة 3 اربطة وبالتالي 3 منهن مربوطات، وضل بضل في عندها جزء الكترونات. ولما في عندي جزيء مي، يعني لما الحامض الاميني موجود بمحلول فيه مي، ذرة H واحدة من المي ترتبط بجزء الالكترونات الموجود على الN، والنتيجة هي مجموعة أمينية موجبة، لأنه ال H من المي بيجي ك H موجب، وبهذا الشكل المجموعة الأمينية تصرفت كمجموعة قاعدية. ولانه الاتش اجى كاتش موجب، على المجموعه الامينيه هاي بتتكون شحنه موجبه، وبالتالي بنقدر نشوف انه كل المجموعات الامينيه موجوده بالحمامض الامينيه اللي عندنا هي مجموعات امينيه عليها شحنه موجبه، لانه كمان مره بالمي هاي المجموعه الامينيه اخذت اتش زائد موجب وتحولت لمجموعه امينيه موجبه. بينما اذا ملاحظين المجموعه الكربوكسيليه عليها شحنة سالبي، والسبب هو انه مجموعة الكربوكسيلية هي مجموعة اللي فيها ذرة C مرتبطة بذرة C المركزية تبعت الحامض الاميني برباط زوجي مع الـ O، وبرباط فردي مع كمان O، وعلى هذا الـ O كان في ذرة H، اللي لما بنحط المجموعة الامينية بالمي ذرة ال H هاي تترك، وبالتالي على ال O بتتكون شحنة سالبة. عشان هيك إذا بتلاحظوا هون على كل المجموعات الكربوكسيلية بالحوامض الأمينية في شحنة سالبي. احنا مش رايحين نتعمق بهذا الموضوع، مهم أذكر هاي الشغلات للطلاب اللي متخصصين كيمياء. الطلاب اللي مش متخصصين كيمياء مش رايحين يفوتوا لهذا المحل، بس لازم يتذكروا انه حامض اميني دائما في عنده مجموعه كربوكسيليه سالبه، مجموعه امينيه موجبه، ذره اتش، مجموعه ار، وبتختلف من حامض اميني لحامض اميني، وكل مربوطين لذره كربون مركزيه. إذا نفحص شو الشحنة تبعت الحامض الأميني بنلاقي إنه الشحنة تبعت الحامض إنه على الحامض الأميني في شحنة. شحنة موجبة موجودة على المجموعة الأمينية، شحنة سالبة موجودة على المجموعة الكربوكسيلية. وإذا المجموعة الـ R غير مشحونة فبسخ كل الشحنة الكلية تبعت الحامض الأميني بتكون صفر، لأنه زائد وناقص ببطلوا بعض. ففي بعض الحوامض الأمينية اللي بالفعل الشحنة الكلية تبعتها صفر. على المجموعة الأمينية في شحنة موجبة زائد واحد، على المجموعة الكربوكسيلية في شحنة سالبة ناقص واحد، وبيبطلوا بعض لأنه على المجموعة الـ R الشحنة صفر. هذا هو الوضع الموجود عندي بالحوامض الأمينية جليتسين، ألانين، فالين، ليوتسين، إيزوليوتسين، وين مكتوب نان بولار. وين مكتوب كمان بولر؟ بس نشرح بالضبط يعني بولر ونان بولر. إذا ملاحظين بكل هاي الحالات مجموعات الـ R كلها في عليها شحنة صفر، والشحنتين السالبة هون والموجبة هون بيطلوا بعض، وبالتالي الشحنة الكلية تبعت الحامض الأميني هو صفر. إذا في عندي مجموعة من الحوامض الأمينية اللي الشحنة الكلية تبعتها الكهربائية هي صفر، ولكن إذا مجموعة الـ R كان في عليها شحنة موجبة أو سالبي، الحامض الأميني بطل مشحون بشحنة صفر، صار في عليه شحنة. وهذا الوضع في الأسبارتيك أسيد مثلا، هون في عندي شحنة سالبة، الجلوتاميك أسيد شحنة سالبة،
بينما على الليزين في عندي شحنة موجبة، الأرجينين شحنة موجبة، والهيستيدين شحنة موجبة. إذا معظم الحوامض الأمينية المجموعات الآر تبعتها غير مشحونة، بس في عندي حوامض أمينية اللي المجموعات الآر تبعتها مشحونة. وإذا بدنا نعقد الأمور شوي أكتر ومجبورين نعقد الأمور شوي أكتر لأنه بدنا هذا الإشي لقدام، قضية الشحنة على الآر تتعلق بدرجة البي اتش. فمجموعات الآر اللي حكينا عنها ممكن تكون مشحونة بشحنة سلبي مثل الأسبارتيك أسيد والجلوتاميك أسيد، مجموعات الآر دول إذا منحطن بدرجة بي اتش حامضية اللي فيها تركيز عالي من ال H3O زائد، يعني من ال H زائد، ال H زائد بيرتبط بالأكسجين السالب الموجود عندي هون مثلا بالأسبارتيك أسيد، بيرتبط هون H زائد، وبالتالي الشحنة تبعت ال R بهاي الحالة بتبطل سالبي بتصير متعادلة. يعني إذا هذا الحامض الأميني حطيناه ب pH كتير واطي حامضي ببطل في عليه شحنة سالبي، بتصير شحنته صفر. نفس الشيء الجلوتاميك أسيد، بينما الليزين بالعكس، الليزين إذا بنحطه بمحلول قاعدي، شو الصفة تبعت المحلول القاعدي؟ درجة pH عالي، OH ناقص بتركيز عالي، ال OH ناقص بيقدر يسحب له H زائد، وبالتالي إذا ملاحظين الليزين الشحنة الموجبة موجودة على ال NH3 زائد، وإذا حطينا هذا الليزين بمحلول فيه تركيز عالي من أيونات ال OH ناقص، ال OH ناقص بيسحب له ذرة H زائد موجبة، والليزين بيصير معدوم الشحنة. يعني الشحنات الموجودة على الحوامض الأمينية ممكن نغيرها إذا غيرنا درجة ال pH. بالصفحة هاي الشحنات اللي مسجلة عندكم هي الشحنات تبعت الحوامض الأمينية، تبعت مجموعات ال R تبعت الحوامض الأمينية بدرجة pH فيزيولوجي، فيزيولوجي يعني درجة pH اللي فيها الكائنات الحية بتعيش، اللي موجودة بالسيتوبلازما تبعت الخلايا. فإذا أخذت خلية حية عادية موجودة بدرجة pH فيزيولوجي يعني بين 5.5 ل 8، درجات ال pH شحنات ال R للمجموعات للحوامض الأمينية المختلفة بتكون هي كيف مسجل بهذا الشيكف، يعني الأسبارتيك بتكون سلبي، الجلوتاميك سلبي إلى آخره. هاي الشغلة كتير مهمة بدنا نحكي عنها لقدام لما بدنا نحكي عن شحنة البروتينات، وبدنا إياها كمان للمختبر. طبعا هناك بالمختبر لما كنت تعملوا تجارب من النوع رايحين تحكوا عنها. فكيف ملاحظين الحوامض الأمينية في شغلات مشتركة بيناتها، مجموعة كربوكسيلية مجموعة أمينية مربوطات لذرة سي، ومجموعة ذرة ال H مرتبطة على ذرة ال C، وشغلات مختلفة بيناتها مجموعات ال R. بنقدر نقسم الحوامض الأمينية لأنواع نان بولار، بولار ومشحونة electrically charged. شو الفرق بين نان بولار وبولار؟ إذا بتطلعوا على مجموعات ال R بالنان بولار بتلاقوا إنه مجموعات ال R بالنان بولار مش ممكن تقدر تعمل أربطة هيدروجينية مع المي لأنه فيش عليها N أو O، بينما بالبولار في عندي O، في عندي S، S بقدر يرتبط بالمي، في عندي N، في عندي O. فالبولار هي حوامض أمينية لمجموعات الR تبعتها بتقدر تعمل أربطة هيدروجينية مع المي، وبالتالي ذائبيتها بالمي بتكون أفضل. نان بولار مجموعات R اللي بتعملش أربطة هيدروجينية مع المي، بتنجذبش للمي، والإلكتريكالي تشارج مشحوني طبعا تقدر تنجذب للمي. شكرا لإصغائكم.